الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. نحمدك اللهم ونتوب إليك ونستغفرك من ذنوبنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا الحسنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اجتباه رب العزة جل وعلا وكرمه وقربه إليه وقال له: دس البساط فأنت الحبيب وأنت خير من دنا. صلوات الله وتسليمات عليك سيدي يا رسول الله، رضوان الله تبارك وتعالى على الصحابة الكرام أجمعين وللتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الأحبة في الله، حديثنا بإذن الله جل وعلا من خلال هذه الجمعة الطيبة المباركة يكون عن إعمال العقل في فهم النص، والإمام أبي حنيفة. أحبتي في الله، المولى سبحانه وتعالى كرم بني آدم وأعطاهم نعما لا تعد ولا تحصى، وقال في كتاب العزيز: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن من النعم التي أنعم الله بها على العباد وعلى المخلوقات من الإنس نعمة العقل، ونعمة العقل هي من الكماليات الستة للشريعة الإسلامية، فيجب علينا جميعا أن نحافظ على هذه النعمة وألا نغيبها بأي طريقة تكون محرمة، ولكن الواجب علينا أن نحافظ على العقول وأن نعي جيدا ما نقول، وأيضا أن نعمل العقول لا نعطلها، لأن في تعطيل العقول تصرف غير إرادي وتصرف غير إنساني، أما إعمال العقل فيؤدي بصاحبه إلى النجاة. لذلك يا أحبتي في الله، عندما يقول رب العزة جل وعلا في كتاب العزيز: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكروا وليتذكر أولو الألباب، كتاب أنزله رب العزة جل وعلا حتى نتدبر ما فيه ونتفكر ما فيه بعقولنا، ويتذكر أولو القلوب وأولو العقول والأفهام. إذن لا يكون العبد في تمام إيمانه إلا إذا كان عقله سليم وتفكره سليم. كيف يكون هذا الأمر؟ المولى سبحانه وتعالى عندما قال في كتابه العزيز: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن المولى سبحانه وتعالى يطلب من عباده أن يعملوا عقولهم، ألا يعطلوها، وألا يكونوا كالأمم السابقة وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا: نؤمن بما ألفينا عليه آباءنا. هؤلاء رب العزة جل وعلا يقول لهم: آمنوا بما أنزلت من الكتاب وبما أرسلت من الرسل. كانوا يقولون: إنما نؤمن بما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هؤلاء الذين يسيرون خلف عقول الآخرين
ولم يفكروا بعقولهم ولم يتدبروا أمورهم. هؤلاء كالأنعام، الفرق بين الإنسان والحيوان نعمة العقل، فإذا لم يعمل عقله صار كالحيوان. لذلك المولى سبحانه وتعالى يقول: وإذ جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. إذن الإنسان يجب عليه أن يعمل عقله، لا يكون كالآخرين، لا يكون كالذين يسيرون خلف الآخرين، افعل كذا وسيكون كذا، لا تفعل كذا خشية أن يكون كذا. لا، ربنا ادلك نعمة العقل عشان تفكر وتدبر أمورك وتستفتي قلبك، ما تمشيش وراء أفكار غيرك. ما ربنا ميزك بالعقل ليه وادلك العقل ليه؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اجتهد الحاكم، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فالأولى أصاب له أجران، الثانية أخطأ له أجر. يبقى إذا أصاب له أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. تخيل بدليل إنه بيعمل نعمة العقل اللي ربنا ادهاله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. يعني حتى لو اتخيرت منها، من فين عقلك؟ لازم تفكر بعقلك، لازم نعلم ولادنا إزاي يفكروا بالعقل، إزاي ما يسيروش خلف الناس، إزاي يا ابني انت يبقى ليك عقل وليك مخ تفكر بيه، واديله البرستيج بتاعه، واديله القوام بتاعه، واديله فكر وسيبه يفكر، وانت صلح وراه، وصلح ورا بنتك. مفيش مشكلة ان ابنك او بنتك يخطئوا وانت تصلح وراهم. لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ الى اليمن، قال له: يا معاذ، كيف تقضي اذا عرض عليك قضاء؟ قال: اقضي بكتاب الله يا رسول الله. قال: فان لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بكتاب الله، قال: أجتهد رأيي ولا آلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضرب على صدر معاذ: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب، الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه رسول الله، الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه رسول الله. شفته؟ لأنه قال له: أنا أجتهد، أجتهد في الحب، مش هقعد كده. طب ما لقيتش لا هنا ولا هنا، فين الاجتهاد؟ والإمام أبو حنيفة هو إمام المجتهدين، وإمام الأئمة في الاجتهاد رضي الله عنه وأرضاه. وكان يأخذ رأيه بالجماعة، وكانش يحب يأخذ رأي وحدي ولا يتسلط برأي، لا، ده كان الفقه بتاعه رأي الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، طب الحاكم لما بيحكم بحكم ويجتهد فيه وربنا يوفقه ويبقى الحكم صائب، قال بياخد أجرين. طب الأجرين قد إيه؟ الله أعلم بيهم. ليه؟ الغاية الاجتهاد، إعمال العقل، فكر يا أخي واشتغل. مش كل فكر تاخده من غيرك، مش كل حاجة يقول طب تاخد رأي فلان، طب أقول له طب مش عارف، طب أنا همشي على رأيه هو. لا، امشي على رأيه لو صح، إنما رأيه غلط لا طبعا ما تمشيش وراه. شوفوا سيدنا يعني أهل العراق لما قتلوا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي وفي أخيه: هما ريحانتايا في الدنيا. دول الريحانة بتاعته هو وأخوه الحسن والحسين، دول الريحانة اللي أنا بشمها وبستمتع بيها. سأل أهل العراق ابن عباس وقالوا له: يا ابن عباس،
إذا كان الرجل حاجا أو مؤتمرا وقتل ذبابا فماذا تقول؟ قال: انظروا إلى أهل العراق يقتلون ابن بنت رسول الله ويسألون عن دم البعوضة أو عن الذباب إذا قتله أحدهم. هو قال محرم؟ لو قتل الذباب وهو محرم حرام ولا حلال؟ قال لهم: أتقتلون ابن بنت رسول الله وتسألون عن قتل الذباب حلال أم حرام؟ ما هدول ناس مش ورا ناس. لما راحوا قالوا لي: يا ابن عباس، هل دم البعوضة ينقذ الوضوء؟ قال لهم: أتسألون عن دم البعوضة ينقذ الوضوء ولا تسألون أنفسكم كيف قتلتم ابن بنت رسول الله؟ مش عاوزين نمشي وراء أفكار غيرنا. فين فكرك أنت؟ سيدنا سليمان، سيدنا داود لما أتت امرأتان كل منهما، هما الاثنين جم معهم طفل صغير، دي بتقول ابني ودي بتقول ابني. سيدنا داود حكم، راحوا سيدنا داود قال: هو ابن الكبرى. سيدنا داود قال: لا، ده ابن الست الكبيرة. لأن الكبيرة قال لك لا هتخلف تاني ولا هتتولد ولا تتجوز، خلاص ده ابن الكبيرة. إنما الصغيرة ممكن تتجوز وتخلف تاني وتالت ورابع، لأن لسه سنها صغير. سيدنا سليمان شاف الحكم بتاع أبوه وقال: عندي حكم آخر يا أبي. طب أنا عندي حكم تاني يا أبويا. قال له: قول يا سليمان، قول يا ابني. قال: ائتوني بسكين، هاتولي سكينة علشان أقسم الولد ده نصين، الست دي تاخد نصه والست التانية تاخد نصه. جابوا السكينة، مسك السكينة، واحدة فيهم قالت له: أنت هتعمل إيه؟ قال لها: هقطع نصين، انت خدوا نص وهي تاخد نص. فالصغيرة قالت: لا تأتي عنده يا نبي الله، اتركه فهو لها، ده ابنها هي، ما تجيش عنده، ده ابنها هي، الدول زي ما هي، الدول زي، انا مش عاوزة منه حد، هو ابنها هي. سيدنا سليمان قال: هو ابنك انت اذن، يا ابنك انت ليه؟ لان انت اللي خفت عليه، التانية لما هقطع نصين ما ستت، لكن انت خفت عليه وقالت لا الدولة زي ما هو، فأصبح ده ابنك أنت. وداود وسليمان إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم مشاهدين. سيدنا النبي، سيدنا داود مر عليه اثنين، أنا بس بوريكم إزاي العقل بيشتغل. واحد معاه غنم مش على غيط واحد، الغنم نزلت الغيط كلت كل الأكل الزرع اللي فيه. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان. سيدنا داود الرجل صاحب الزرع راح لسيدنا داود: يا نبي الله، هذا الرجل ترك غنمه في أرضي حتى أكلت كل أرضي ولم يترك شيء. قال له: تعالى الغنم. قال له: أيوة، أنا سبتها تأكل براحتها لحد ما خلصت الزرع. تعمل إيه يا سيدنا داود؟ قال: ثمن ما كان في الأرض يعدل ثمن الغنم، يعني ثمن اللي كانوا في الأرض دي، الخضرة اللي كانت في الأرض تساوي ثمن الغنم. فقال: إذا صاحب الزرع يأخذ الغنم. صاحب الزرع ده ياخذ الغنمات بتوع الرجل ده، ودول ثمن دول، خد الغنم بتاعك. سيدنا سليمان قال له: عندي حكم آخر يا أبي، أنا عندي حكم تاني. قال له: قول يا سليمان. قال: أحكم بأن صاحب الزرع يأخذ الغنم ويستفيد من لحومها ومن ألبانها وأصوافها حتى يزرع صاحب الغنم الأرض للزارع وتصير كما كانت، ثم يرد كل منهما حاجته إلى أخيه. صاحب الغنم يدي الغنمات لصاحب الزرع، وصاحب الغنم يزرع الأرض، بعد ما يزرعها وترجع زي ما كانت ياخد الغنم بتاعته تاني، وصاحب الأرض ياخد الأرض تاني. إعمال العقل، عاوزين نفكر بالعقول يا أخوانا، كفاية ناخد من فكر غيرنا. ادعوا الله في السر وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين،
سيدنا أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه إمام المجتهدين عاش 70 سنة، اتولد 80 هجرية وانتقل رحمة الله 150 هجرية، وكان لونه أسمر يشوبه البياض، وكان يلبس أفضل الثياب ويتعطر بأفضل العطور، وكان تاجرا ماهرا حتى حفظ القرآن الكريم كاملا، وتبحر في العلوم وفي الفقه، وأصبح عالم زمانه بعد أستاذه حماد، وهو يسمى النعمان ابن ثابت ابن النعمان، يعني أبو حنيفة ده اسمه النعمان ابن ثابت ابن النعمان. وهذا الرجل له فقه معروف في الأئمة الأربعة، وهو فقه الإمام أبو حنيفة، وكان إمام المجتهدين، حتى قال فيه الشافعي: العلماء عيال على فقه أبي حنيفة. يعني كل اللي جاي بعد سيدنا الإمام أبو حنيفة هياخد من فقه الإمام أبو حنيفة. فسيدنا الإمام أبو حنيفة كان من المجتهدين المفكرين الذي اعتمد في فقهه وفي علمه على القرآن والسنة والإجماع والاستحسان والقياس والعرف والعادة، 6 أمور كان بيصير عليهم الإمام أبو حنيفة. اتسجن 2 مرات ومات في السجن. شوف صاحب ده كله والتجارة والفلوس وصاحبه، وعالم جليل اتولد في الكوفة ومات في بغداد، عاش في الدولة الأموية 52 سنة وفي الدولة العباسية 18 سنة. ألف فقهه فقه الإمام أبو حنيفة. له ولد واحد سماه حماد على اسم الشيخ الذي تعلم منه الإمام أبو حنيفة. هذا الإمام كان مجددا، ومن أمور التي جددها الإمام أبو حنيفة أنه في زكاة الفطر الأئمة الثلاثة أخذوا بأن تخرج زكاة الفطر حبوب من أغلب قوت البلد، أما الإمام أبو حنيفة فأخذ بالحديث: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وبالفعل كانت تخرج نقود، وأخرجها العالم كله بعد ذلك نقود. يبقى رجل ده كان رجل مجتهد. اجتهد الإمام أبو حنيفة في زكاة الزروع، الأئمة الثلاثة قال له تخرج الزكاة عن ما يكال وما يقتاد، قال لك لا، ده الزكاة بتخرج عن الفواكه والزروع والثمار، حتى الجرجير اللي في الأرض تخرج عنه زكاة. واحد يقول لك ده يكون له شوية بامية اللي زرعهم، ولا شوية فاصوليا، ولا شوية طماطم، عليها زكاة، عليها زكاة. يا عم ده انا حضن جرجير زرعهم، يا عم ايه، خد رابطة منهم واديها لواحد غلبان، خليك مع الإمام أبو حنيفة. ما هو قال لك: ما سقط السماء ففيه العشر، وما سقى غير ذلك فله نصف العشر. خد بالحديث ده، ويبقى قال لك كل اللي بيطلع من الأرض عليه زكاة. يبقى شفت، ادي الإمام أبو حنيفة إمام المجتهدين. سجن وعذب في عصر الدولة الأموية لأنه وقف مع زيد بن علي بن زين العابدين، لأنه كان بيحب آل البيت. وسيدنا زيد بن علي اللي هو ليه مسجد في مصر، الناس بتقول عليه مسجد علي زين العابدين، لا، ده هو مسجد زيد بن علي بن زين العابدين، المسجد اللي في مصر. زيد بن علي وقف أمام ابن عبد الملك، فوقف بجواره أبو حنيفة، فلما علم بذلك والي الكوفة سجن الإمام أبو حنيفة ووضعه في السجن حتى أتت الدولة الأموية. قعد فترة في السجن، ولما جت الدولة العباسية أخرجوا أبو جعفر المنصور، وبعد ما أخرجوا هرب إلى مكة وقعد في مكة، ولما رجعت الدولة العباسية تاني بقوامها ذهب إلى بغداد، ولكن أيضا وقف مع آل بيت رسول الله ضد أبو جعفر المنصور. أبو جعفر قال له: عينك قاضي؟ قال له: لا، قاضي القضاة. قال له: ولا قاضي القضاة. حبسوا أبو جعفر المنصور حتى مات في حبسه، وكان إمام المجتهدين. فإحنا مهما أصبت يا أخي، ومهما أصبت من بلوى أو من سجن أو من ظلم، خد قدوتك الإمام أبو حنيفة. أهو رجل كان عالم عصره وعالم زمانه، ومع ذلك مات في السجن، مات مسجونا بعد أن ضرب 110 صوت.
بيتضرب اتجلد 110 ضربة ومع ذلك لا رضي يمسك قاضي ولا رضي يمسك قاضي وقضاه ولا رضي يمسك اي منصب ورضي باللي هو فيه وبالعلم. وعلشان خاطر وقف مع آل بيت رسول الله ضد الدولة ضد أبو جعفر المنصور اتحبس. فاحنا بنقول العقل ده لازم تفكر بيه، لازم تشتغل بعقلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يفكر لأصحابه كان يتركهم يفكروا ثم بعد ذلك يأخذ بالمشورة. فالعقل نعمة من عند ربنا، نسأل المولى جل في علاه أن ينير عقولنا بالقرآن. اللهم أنر عقولنا بالقرآن، اللهم أنر قلوبنا بالقرآن، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم داوينا بدواء القرآن، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين بالقرآن. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حافظ على جيشنا وشرطتنا ونيلنا وأرضنا وسمائنا وقيادتنا، وحافظ على مصرنا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.